اش كو الليبيين فاهمين اش معناها التدخل الاجنبي على بلادهم ولا انا كجت ليبيا حق متاع ربي تخير يقابل القذافي على انه شو اسمهم هما امريكا وبريطانيا وفرنسا يدخلوا لي في بلادي. لوجيكمون سي كوم سا معناها خاطر ما نتصورش انا كان لانجلتير وفرنسا وامريكا وايطاليا خايفين على لي سيفيل على المواطنين الليبيين وخايفين عليهم، امبوسيبل تكون هذيك خاطر كان جاي ذاك الهدف راهم تدخلوا في غزة وفي فلسطين عندهم سنين ربي. دونك اكثر يعني بطل العالم في الغباء، بطل العالم في الغباء ما تتعداش عليه حكايه كيما هكا انهم هما يقبلوا بالوضع ذاك وانهم يقبلوا الله اعلم. بون ان توكا هذه امور سياسيه وهذه امور تخصهم وربي يعينهم وربي يوفقهم في اللي